مرحبا عبودي. مرحبتين يا بعد قلبي. طبعا قول لاخوك الحمد لله على السلامه. قول لي الحمد لله على السلامه. بوسه قول لي الحمد لله على السلامه. طبعا شوفوا عبودي تو راجع من المستشفى. ايش سويت عبد الله في المستشفى؟ ما تعلمني ليش؟ اعطاك ابره في المستشفى؟ ليه يا حبيبي؟ طيب خلنا شوفوا الحين راح اوريكم خطوات علاج عبد الله كيف نعالجه. اول شيء بنسويه راح نقيس حرارته بمقياس الحراره. شوفوا هذا مقياس الحراره راح نقيس فيه حراره عبودي. ايمن ابنه طبعا شوفوا راح اوريكم اول شيء كيف. شوفوا اول شيء نشغله من هنا بعدين نختار العمر، يعني هل هو رضيع، هل هو يعني عمره من بين السنتين الى 3 سنوات، هل هو اكبر من 3 سنوات. عبودي تومي اكبر من 3 سنوات. ليش تمسكها؟ اهلا فصولي، تعال تعال يا عبد الله. الطقم هذا مع انه جديد يعني غيرت. الحين راح اقيس حراره تومي. ارفع راسك وقف خلاص اثبت، ادخله في اذنه كذا اتاكد انه داخل تمام. اضغط هذا انتظره يحسب كم حراره تومي. شوف تومي حرارته طبيعيه يطلع لا حرارته مو طبيعيه تومي بعد 37.8 يعتبر شويه كثير. الحين بنشوف فيصل. بنشوف فستولي. وقفي فستولي وقفي فستولي. لف كذا لف لف ندخله تمام كذا، واذا دخلناه كويس نضغط بسم الله. شوف الان يحسب كم حراره فستولي. فستولي 37.6 حتى فستولي حرارته يعني تعتبر مو مره تمام. طبعا كل مره بنقيس حراره لازم هذا البلاستيك اللي هنا يتبدل. شوفوا زي كذا خلاص ينرمي في الزباله ينرمي في الزباله ينرمي في الزباله ونركب واحد جديد. لا تمسك يا حبيبي لا تمسك. نحطه هنا ونركب واحد جديد. هذه الأغذية نركب هنا كذا بدون هذا طبعا ما يشتغل بدون لازم نركب له غطاء عشان نقيس. ركبنا غطاء كذا تمام. هذا غطاء جديد. الآن نقيس حرارة عبودي. عبودي باين على التعب. يلا الحين بنقيس له. بسم الله عليك عبد الله. طبعا شوفوا شوف خدود عبد الله شوف خدوده كيف. بسم الله على قلبك يا بعد قلبي انت. يلا الحين نجهز المقياس نحط على عمر عبودي وخل عنا. يلا بسم الله. طبعا يلا عبودي انت ولد شاطر. شوفوا عبودي ولد شاطر ما يقول لا وما تقيسون لي واخاف وما ادري ايش. وترى تو راجع من المدرسه تو راجع من المستشفى وماخذ ابره. يلا عبودي الشطور لف لف حبيبي لف لف شوي كذا لف يا عمري شوي كذا. طبعا حرارته انا متاكده انها يعني مره مرتفعه. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. شوفوا حراره عبد الله 39.6 طبعا مره هذه الحراره خطيره مره خطيره. بسم الله عليك يا عبودي. نضطر نعطيه هذا الدواء. لا ليه عبودي هذا الدواء لانه قوي هو اللي يقدر يشيل الحراره ان شاء الله باذن الله. هذا الدواء ما راح اشوفه. هذا الدواء يعني اشوفه يا بعد. ايوه بس الولد الشاطر ايش يقول؟ ما يقول لا ما اخذه، يقول اخذه علشان اطيب. صح يا عبد الله؟ اوكي انت الشاطر. لا هذا ما تاكله حبيبي. هذا ما تاكل حبيبي، هذا نحطه بعيد. ايوه بس عادي عشان يطيب صح؟ ايوه لانك انت شاطر وقوي صح عبودي؟ يلا راح الحين نحط الدواء هذا العبودي. ايوه هذا الوقت يطلعون الكل بس انا وعبودي، ما في اي احد يشوف الا انا وعبودي، اوكي ماما؟ الدواء كذا شكله. خلص عبودي، فيصل ممكن يا حبيبي تبعد من هنا؟ وخلصنا عبودي. عبودي اخذت الدواء سهل صح؟ ما يعور صح؟ وشو وخر عنا فيصل وخر عنا وخر عنا ما يعور الدواء صح يا عبد الله؟ الدواء ايش؟ مفيد صح؟ ايش تقول لاصدقائك الاطفال؟ اخذوا الدواء صح؟ ايش هذا؟ عبودي اصدقائك عبودي عجبني الدواء باش. لا قول اخذوا الدواء
اخذوا الدواء. الدواء حلو. قول الدواء حلو مفيد. الدواء حلو مفيد. برافو عليك يا عبودي. ايش تقول لاصدقائك الاطفال؟ فصل بعد عنا. ايش تقول لاصدقائك الاطفال؟ الدواء مفيد. ايوه صح، اخذ الدواء، الدواء حلو ومفيد. شفتوا عبودي؟ لان عبودي ولد شاطر، اخذ الدواء هذا واخذ الدواء هذا وخلانا نقيس له الحراره وما بكى ولا صاح ولا شيء. راح نعطيه هديه حلاوه. اختار يا عبودي. ايش يختار عبد الله تتوقعون حلاوه؟ اي حلاوه يحب عبودي؟ يما لا، هذا كثير، هذا كثير، وانت بقى حراره، هذا كثير. انا صراحه اكتشفت ان عبودي طاب لما شاف الحلويات. عبودي كان مريض بس لما شاف الحلويات طاب وصار يجمع حلويات. عبودي كان يمزح معنا وهذه اللي اختارها. ورنا ايش اختارت؟ شوف اختار هذه، يحب هذه هو وهذه وهذه، ثلاث حلوات. سلامتك يا عبودي. هذا فستولي اختار. فستولي يعطي هدية هذه. طيب هذا عبودي هنا متسطح يرتاح بعد الدواء. ورنا ايش في داخل فمك؟ ورني معنا، ورني يا دلبي هالفم يا عمي انت، ورب انك تطوري. شوفوا بدا عبودي يدوخ بعد ما اخذ العلاج، بدا يرتاح. نصبر 10 دقائق ونقيس حرارته مره ثانيه، ان شاء الله بنلقاها نزلت بعد الدواء اللي هو هذا خافض الحراره. سلامتك يا عبودي يا حبيبي. سلامتك يا عبودي يا حبيبي. طبعا الحين صار لتو عبودي 20 دقيقة من يوم أخذ الدواء، فبنقيس له الحرارة مرة ثانية نشوف إيش صار مع عبد الله. طبعا كانت حرارته 39.6. ما قلت لي. لا خلاص ما بك شي حبيبي، خلونا نشوف نقيسه مرة ثانية. طبعا هذا المقياس نحطه بإذنه ندخله زين، ننتظر يحسب. شوف 39.2، يعني بدأت تنخفض، انخفضت تقريبا 6 درجات، بتنخفض كل 10 دقائق بتنخفض أكثر. سلامتك يا عبودي. طبعا هذه مع الدواء يعني حركة إضافية مرة تشيل الحرارة بسرعة. نحط لك كمادة على جبهتها وعلى هذه الأماكن، على طول تروح الحرارة بإذن الله. يا عمري أنت، وهذه ابتسامة أحلى وأحلى واحد مسخن، أحلى واحد مسخن. بسم الله عليك يا قلبي، يا أشطر ولد بالعالم حبيبي عبودي. يلا باي باي، أحلى ولد بالعالم. باي عبودي. باي. ونام أحلى ولد بالعالم. يا روح قلبي أنا، شوف دمعته يا عمر قلبي أنت والله. بسم الله عليك يا بعد ما